بعيدا عن الامتيازات التي يحظى بها نواب الشعب من أجور خيالية وسيارات فارهة وسفريات للخارج ومنح كبيرة يعدون العدة لرفعها مجددا رغم الإجراءات التقشفية والظروف الاقتصادية الصعبة، مبالغ مالية أخرى تنفقها الخزينة العمومية على هؤلاء النواب تبقى بعيدا عن الأضواء كونها تصب مباشرة في حسابات الأحزاب. هذه المبالغ المالية التي تصرفها الدولة على الأحزاب حسب التمثيل في البرلمان هي كانت من قبل في قانون الأحزاب بمعدل 20 مليون سنتيم على كل نائب في البرلمان، ولكن التعديل الذي كان في جانفي 2012 أقر بالنسبة للنائب الرجل 40 مليون سنويا وبالنسبة للنائب المرأة 50 مليون سنويا لتشجيع التمثيل النسوي في البرلمان. هذه المبالغ التي تمنح من طرف الدولة ووزارة المالية مقابل ملف يقدمه رئيس الحزب يلتزم فيه بمحاسبة بالقيد المزدوج في صرف هذه الأموال وتصب مباشرة في حساب الحزب سنويا بناء على هذا الملف عادة في شهر ماي إلى غير ذلك. فكلما كان عدد النواب كثيرا أو كبيرا كلما كان هذا المبلغ محترم، ولكن الذي يستفيد من هذه المبالغ الباهظة هم عادة يعني أحزاب الموالاة. وبلغة الأرقام وصل المبلغ الذي تنفقه الخزينة العمومية على الأحزاب التي تملك نوابا في البرلمان إلى 127,200 مليون سنتيم، ما قيمته 63,600 مليون سنتيم نظير 318 نائب رجل، في وقت وصل فيه المبلغ المدفوع عن النساء إلى 44,000 مليون سنتيم مقابل 176 نائب امرأة. وبلغة التفصيل أكثر، وصلت نفقة الخزينة العمومية على حزب جبهة التحرير الوطني إلى 56,450 مليون سنتيم، التجمع الوطني الديمقراطي 18,350 مليون سنتيم، تكتل الجزائر الخضراء 12,400 مليون سنتيم، جبهة القوى الاشتراكية 6,700 مليون سنتيم، حزب العمال 5,950 مليون سنتيم. مبالغ مالية كبيرة تنفقها الدولة على الهيئة التشريعية، ما يعكس التنافس المحموم للأحزاب السياسية للوصول إلى قبة البرلمان.